اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. O Allah, put enlightenment in my vision, insight in my religion, certainty in my heart, sincerity in my action and gratitude towards you for as long as you keep me in this world. Ameen Ya Rabb. Allahumma ja'al an-nura fi basari wal-basirata fi dini wal-yaqina fi qalbi wal-ikhlasa fi amali والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم
واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في
اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشكر لك أبداً.